हुँदै बुझ्छ, यस्तो बच्चा भयो भने नमाज यसको सही छ, यस्तो यस्तो बुझ्दैन भने नमाज सही हुँदै बुझ्छ। नाम सलाल इस्लाम, पहिला शब्द के भने हामीले इस्लाम, والعقل دوسرا کہ یعنی بدیمان یعنی عقل مند والتمييز التفريق بين الاشياء تسرا تمييز عنه والله والنيه چوتھا کہ چوتھا شرط کہ نیت النیہ ہے یعنی اقول اللهم ان نويت ان اصلي في هذا اليوم نعم نیت کہ یعنی اپ منا بھنس کہ میلے اہلے یہ نماز پڑھنا نیت کرے چھو اليوم الاول من شهر السابع 2018 यो दिन जुन छ नि दिनको यानि मनमा त्यो दिनको नियत राखेर कि यो दिनको नमाज यो बेलाको नमाज भनेर नियत गर्ने, मुसल्लिया सलात अल असर जुन नमाज हो त्यसको पनि नियत गर्ने, توقيت نيبال الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة يعني نيبال को जुन टाइम से जुन टाइम को नियत गर्दै कि नेपालको टाइम के हिसाबले हामी मौजिस في مدينة بابا كن 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 يعني شهر معنا पढ्दै छौ कुन गाउँ पढ्दै छौ पनि मन लाग्छ मनमा مصليا اربع ركعات اصل قرات قريش التصري هل يصح هذا؟ لا يصح، النية محلها القلب، نعم النية محلها القلب يعني عمرو الشيخ بنقول لك ايش تقصد النية بتصرني مغلي واي تي قرديش يو تاو قرديش يو يو تايم قرديش يو اسكو قصاد قرديش ونيرا يو نية سوي وين كيف ان النية كو استان كيو متو يدي مانجي والتلفظ بها بدعة مغلي بنو بدعة سنة فين الذي يتلفظ يقول اللهم نويت ان اصلي هذا بدعة ضلال जसले भन्छ कि यो किताबहरू लेखेछ कि अल्लाहले नभए त्यो सबै पेला गर्दा यो विधाको सुन्न छैन साथी छैन मेरो वाला बुद मिन इस्तिकबाल अल क़िबला इस्तिकबाल अल काअबा इस्तिकबाल मक्का यसरी नै दोस्रो नमाजमा के मान्छे कालो तर्फ आफ्नो मुख गर्छ नमाज गर्छ يستقبل الكعبة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر. قبلة طرفة يصلين على بدر يسجد لك فرنو. فرض يصلي من النافلة وصلنا سنة وصلنا يعترم وصلنا غرما وصلنا. إلا النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الطائرة. ترى يدي بي يعترم أسر रौ आफ्नो गाडीमा जो गइरहेको छ त्यति बेला उसले यदि कालो बाइक अरू अरू तर्फबाट पनि यदि नमाज पढ्यो भने उतर र उसको नमाज सही हुन्छ नाफिला मात्र भयो फर्कमा त रहिसक्यो उसले आफ्नो अनुहार الله يكيرك كبرى مكة تفرقوس ولابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء عن البدن والمكان اللي يصلي فيه والثوب त्यसरी गरी नि नपाकी जस्तै भन्छ हामीले नजासत जस्तै भन्छ त्यो तिन चिजबाट हटाउनु जरुरी छ कपडाबाट पनि ठाउँबाट पनि र आफ्नो जिउबाट पनि نعم فلو صلوا على بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في مكان نجس عالما بوجود النجاسة قادرا على إزالتها فالصلاة باطلة यदि कसैले थाहा छ कि उसको जिउमा अथवा उसको कपडामा अथवा उसले परेको ठाउँमा नजासत छ नपाकी छ त्यो पनि उसले नमाज पढ्छ उसको नमाज स्वीकार हुँदैन बाध्य हुन्छ ولا بد من رفع الحدث الاكبر والاصغر فلو مثلا خرج منه ريح ولم يتوضا فصلاته باطله تسالني تسلي هذا سيكون مثلا هذا سيكون مثلا تسلي بني زال لما ختم من ذلك تسلي تسلي بها سنين تسلي ذلك سنين وضوء او مثلا خرج منه المني ولم يغتسل فصلاته باطله अथवा कसैको बिरियन निस्किन्छ त्यसलाई पनि जरुरी छ कि त्यसले गुसुल गरोस् यदि त्यसले गुसुल गर्दैन त्यसको नमाज बाध्य हुन्छ ولابد من دخول الوقت فلا يصح ان يصلي قبل الوقت وكذلك لا يتعمد اخراج الصلاه عن وقتها त्यसरी नै नमाजको लागि नमाज पढ्न जरुरी छ कि जुन नमाज जुन बेला छ त्यो बेला पढ्ने त्यो बेलाभन्दा पहिला छ त्यो बेलाभन्दा पछि पढ्ने पढ्यो भने नमाज स्वीकार्य हुँदैन ولابد من ستر العوره او اخذ كامل الزينه في الصلاه تسيني شرم غار الصبونا يعني لوغاونا ضروري شو कपडा बाट आणि पुरे लुगा लावणे पण जरुरी الاسلام पहिलं सत्य म्हणजे इस्लाम والعقل دوسرا عقل معنى والتمييز تمييز تسرا والنية نية چوتھا وستر العورة شرم غار الصبونا पाचवा ودخول الوقت छठो के भने तबेला आणि नमाज बेला दाखल استقبال القبلة صدوق يعني تي قبلة مكان راح من إزالة النجاسة نجاسة أنا ما كنت أقول رفع الحدث رفع الحدث هذا سني تينا بعد يصير رفع سانو كل هذا سنو تينا بعد حدث أكبر حدث أصغر كيف بني زايد الله سيد الله إني سبته ونفسه وجيه ولا راح ولا نعم كذلك الآن عندنا مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة نعم कई कुरान जस्तै नमाज बाध्य हुन्छ स्वीकार्य हुँदैन
مبطلات الصلاة. أولا لابد أن نعرف أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. حركة محرم وحركة مكروهة وحركة مباحة وحركة مستحبة وحركة واجبة. الحركة المحرمة يأكل يشرب في الصلاة، يضحك، يكثر من الحركات حتى تظن أنه غير مصلي. نعم. الثاني حركة مكروهة. هي الالتفات اليسير في الصلاة، هذا مكروه، أما كثير محرم. الحركة الثالثة الحركة المباحة هي الحركة التي تكون لحاجة. مثال الآن هذا وهو يصلي سقطت النقود من جيبه فوضعها بأدنى حركة خاف عليها من السرقة يصح، أو سقطت النظارة وخاف عليها تكسر رفعها يصح حركة مباحة. الحركة المستحبة هي الحركة التي توقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج. حركة مستحبة جسلي منزلين جسلي قرر ما نسل الصلاة منزل تي حركة هو جسلي قرر ما نسل أخذ نماز لكي يكون منزل جسلي كي نماز قرر خلي صف قرر بيت خالي خام جسلي قرر رمي. الخامس حركة واجبة إن لم يتحرك بطلت الصلاة، يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة. مثال وهو يصلي وجد مثلا على غترة على طاقية نجاسة وجب عليه أن يزيل هذه الطاقية وإلا بطلت الصلاة. الآن نذكر مبطلات الصلاة. الأول الكلام العام مع العلم والذكر، يعني تكلم في الصلاة متعمدا ذاكرا عالما حرمة الكلام في الصلاة. فلو تكلم وهو ناسي أو جاهل أو تكلم لمصلحة الصلاة، مثلا الإمام أخطأ وهو نبه الإمام على هذا الخطأ فالصلاة صحيحة. نعم. الثاني من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية المتتابعة عرفا لغير حاجة، يعني عرفا اعتراف تظن انه غير مسلم، يعني وهو يصلي الآن ينظر يفتح الجوال ثم ينظر في الأرقام والاتصالات التي وردت عليه، فهذا تنظر إليه تظن غير مصلي، هذه حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة تبطل الصلاة. نعم. الأكل والشرب نماذج خانو خانة بنومي نماذج الالتفات الكثير عن القبلة. نعم. يعني هذه القبلة هو التفت هنا أو هنا أو هنا. انكشاف العورة
وبالأمس قلنا لكم خاصة من يصلي في البنطال إذا ركع أو سجد كشفت العورة الصلاة باطلة. انتقاض الطهارة يعني لو خرج منه ريح انتقضت الطهارة لا يستطيع أن يقوم بالصلاة، الصلاة باطلة. لكن لو شك هل خرج منه ريح أو لا لا يترك الصلاة أبدا. أركان الصلاة القيام مع القدرة، لا بد من القيام في الصلاة، لا بد أن يصلي قائما في صلاة الفريضة. فرض نماذج ما أنت بدرجة سكتة سمتها سر ولجلي سالي بارك سكتي وبر نماذج. أما إذا كان عاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع القيام سقط عنه القيام، أو يستطيع القيام لكن يأتيه ألم حتى لا يخشع في صلاة أيضا هذا يصلي جالس. يعني